يوم 17 أكتوبر 1000 كتب تاريخه بدماء المهاجرين، يوم احمر فيه نهر السين، وهو بذلك شاهدا على إحدى أكبر جرائم المستعمر اللعين. هذا سيد جوادي، وبعدك رئيس المجلس، وبعدك شاف سكتور. بالمناسبة اليوم الذكرى تاع يوم الهجرة. كفر خيره وشوف راه جاي مثالي وقرعان، شوف الله يبارك، راه كل شيء خبر اليوم. ها شد البركة، ها بصحتك الحاج. ما شاء الله ربي يطول عليك ان شاء الله.